شوف النازل والله قمت اخاف سامي ايش خالد الرحمن السؤال والله ابغى سؤال سهل كذا اي لا تصعب يا رجال صعبه ما عليك لا اسرع واحد يجاوب السؤال لا يرفعون ايديهم والله بنبلت لانه فيها 100 نقطه خلاص السؤال بينتقل لبرايم ترى للعلم السؤال لازم يكون سهل البرايم ترى اذا كان سؤال صعب يمكن يطلع عطهم متى غزوة كذا حديث عن اليتيم ارفع يدك حديث ايش يقول؟ عن اليتيم سهل سؤال سؤال سهل صراحة والله السؤال سهل طيب يلا شيخ عبد الرحمن اختر واحد الرجل انت رشيد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نقص مالا من صدقه هذا عن اليتيم اشكرك طيب ممتاز عن اليتيم يا اخي يا اخي يا اخي قايل قبل شوي يا اخي قلت يا اخي ليش قاعد اقول يا اخي انت اختيارك عطى فرصه ثانيه والله كنت فيها له بس طيب اختار شخص ثاني قاعد نسوي حلقه وحديث القمر انت مصدق انك قمر؟ ها يا عبيد لا في حديث شباب ما هو دارج هنا في حديث ما هو يعني ما اذكرهم قالوه واجد لكن انا بعطيكم معنى الحديث لا تعطني حديث عشان تاخذ المية نص الحديث؟ اي عطنا اللي حافظ عشان المية هو معنى الحديث طيب قال الرسول صلى الله عليه وسلم شباب انا وكاف اليتيم هذا ما يبي في الجنة اسلم قال الرسول صلى الله عليه وسلم انا وكاف اليتيم كهتين في الجنة يا سلام ممتاز طيب 100 نقطة لعبيد طيب السؤال طيب. الثالث عندك سؤال صعب أنا خابرك والله أنا بيطلع سؤال طاهر مساعد يا إخواني خلوه يسأل يمكن يكون صعب بالله